النهارده ان شاء الله بتوفيق الله عز وجل معانا دائرتي الارسال والاستقبال، دائره الايه والايه. طيب قدر المستطاع هحاول ابسط لك الموضوع. دائره الارسال او جهاز الارسال اسمه ترانس ميتر، وجهاز الاستقبال اسمه ريسيفر. يبقى انا عندي جهازين، واحد اسمه ايه؟ ها، انا دلوقتي بعمل هنا عمليه ارسال، وفوق في عمليه ها استقبال. طيب وانا بعمل ارسال عامله زي الشرح والفهم، المفروض انا اشرح وحش ولا كويس؟ وعلى قد ما انا هشرح كويس انت هتفهم كويس. لازم الاشاره الكهربيه توصل لجهاز الاستقبال مشوشه ولا واضحه؟ اوضح ما، عشان الكهرباء تبقى اوضح ما يمكن لازم معوقة الدايرة، حد يكمل الجملة، أقل ما يمكن. اللي ذكر الأسبوع اللي فات المعوقة بتاعت الدايرة أقل ما، يعني الزد بتساوي بتساوي، عشان الزد تساوي الاكس ال تساوي الاكس سي. الاكس ال بتساوي ايه؟ انا هنا محتاج مكثف عشان يخزن الطاقه الكهربيه على هيئه مجال كهربي، بس المكثف هيعمل لي معوقه، هيعمل لي مفاعله سعويه. طب ما انا عايز اتخلص من الاكس سي دي، انا عايز استفاد بمميزات المكثف واتخلص من عيوبه. مين اللي يعرف يشيل الاكس سي؟ الاكس ال. فانت الدايره دي هتحط فيها مين ومين؟ اكس ال و متساويين في لو الاكس ال بتساوي الاكس سي هتكون المعوقه هنا اقل ما، الإشارة الكهربية هتوصل هنا أوضح ما. كل ما انزل بالمعوقة كل ما هعلى بشدة. صلى على النبي. مش ده صوت؟ الصوت لما هيدخل هنا هيتحول لإشارة كهربية. طب وهو ماشي من هنا لهنا مين هيوصله؟ حضرتك درست في تانية ثانوي ان هناك نوع من الموجات اسمها الموجات الكهرومغناطيسية، وهي موجات مستعرضة يمكنها الانتشار في الاوساط المادية وفي الفراغ. يعني دايرة الارسال لازم تحمل الصوت او الصورة، حد يقول لي على موجة كهرباء اللي هي موجة مستعرضة، تشيل الصوت او تشيل الصورة من دايرة الاستقبال، من دايرة الارسال الى دايرة الاستقبال. انت بتقول لي اسمها موجة ايه؟ حد يرد عليا؟ لا، وكهرباء قولها تاني كده. الله يصلح حالك، معلش قولها لي تاني. اقف، قلت قه يعني مجال، وها يعني مجال. يعني انت هنا محتاج ملف ومكثف لسبب تاني، ان المكثف يخزن الطاقة الكهربية على شكل مجال، والملف بيخزن الطاقة الكهربية على
فلو انا عندي مجال ايه ومجال ايه هقدر احصل على موجة. يبقى المقدمة اللي في البداية بتقول لك ان دايرة الارسال اللي هو الترانسميتر عشان يحصل عملية استقبال لازم يبقى انت شغلك نظيف. يعني لازم وانا بعمل ارسال تكون الاشارة الكهربية اوضح ما فلازم معوقة الدايرة يعني لازم الاكس ال يعني انت محتاج اكس ال و ادي السبب. السبب التاني ان الاكس سي بيخزن لي مجال كهربي والاكس ال مجال يبقى عندي موجة كهرباء هي اللي هحمل عليها الصوت او الصورة زي الفل. يعني دايرة الارسال هلاقي في تركيبها ال وسي وار اسلاك صح. يعني دايرة الارسال هي عبارة عن دايرة ايه وايه وايه ها ار وال وسي ده الارسال دايرة الله. ما انا هشرح بوضوح بس لازم تبقى انت مركز. انا هقول صح بس انت لو مش مركز معايا مش هتفهم صح. فطالما معوقة الارسال تكون اقل ما لازم معوقة الاستقبال اقل ما يمكن. يعني لازم هنا برضو الاكس ال. يعني من الاخر دايرة الارسال هي دايرة في جزء من تركيبها الار والال والايه ودايرة الاستقبال فيها ايه برضو سمعتني الصلاة على النبي. هنا فيها ار وال وايه وهنا وهنا الاكس ال بنساوي وهناك لان انا عايز في الارسال او الاستقبال المعوقة عشان تبقى الاشارة الكهربية اوضح ما في كده مشاكل. اذا احنا عرفنا ان دايرة الارسال فيها ملف ومكثف ودايرة الاستقبال فيها ملف واه والار اللي هي مقاومة الاسلاك فوجئنا ان دايرة الارسال اسمها الدائرة المهتزة. اسمها ايه؟ ودائرة الاستقبال اسمها دائرة الرنين. اذا احنا بننتقل لمحطة تانية من التركيز. ليه دائرة الارسال حد يرد عليا اسمها الدائرة الله اسمها الدائرة المهتزة؟ شروط الفكرة الاساسية لله ان يتوفر ثلاث شروط. لو الثلاث شروط دول اتوفروا في دايرة الارسال يبقى هي فعلا على حق. حد يقول لي تسمى دائرة ملهى مهتزة. صلى على سيدنا النبي. الفكرة الاساسية للاهتزاز كلنا خدنا في تانية ثانوي البندول البسيط بندول الساعة. حد يقول لي ده في حالة ايه؟ لو انا رحت ماسك البندول ده بايدي مسكته بايدي جبته هنا انا جبته بايدي هنا في الحته دي صليت على سيدنا النبي خدته عند اقصى ازاحه. انا مسكت البندول هناك وانا بمسكه بايدي بعمل كده انا ببذل ايه؟ شغل. الشغل ده هيتخزن جوه البندول على شكل طاقه وضع. فانا لما جبته هنا خزنت جواه الطاقة الكهربية. حد يرد علي على هيئة طاقة ايه؟ يبقى اول شرط ان يحصل عملية. حد يرد علي ها تخزين للطاقة. صليت على سيدنا النبي. وانا ماسك البندول وبعمل كده خزنت فيه الطاقة على هيئة طاقة ايه؟ اول مسير هيبدأ يهتز صح.
فتبدأ طاقة الوضع يا الله هيقول لي تتحول إلى طاقة إيه؟ فتبدأ طاقة الوضع تتحول إلى طاقة حركة، وطاقة الحركة لما تجيلي هنا حد يقول لي تتحول مرة أخرى إلى طاقة إيه؟ وضع. يعني يحدث عملية، يا عيني على اللي بيفهم ويرد علي، عملية تبادل طاقة. في الأول حصل عملية إيه؟ تخزين طاقة. بعد كده حصل عملية تبادل طاقة. ركز معايا، البندول وهو بيهتز هل أنا بتدخل؟ بيهتز بصورة طبيعية، بيعمل عدد اهتزازات ولا مش بيعمل؟ يعني ليه تردد ولا ملهوش؟ هذا التردد يسمى التردد الطبيعي، لان انت سبت البندول يا عيني يا عيني يا عيني يهتز بصورة مالها، ونتيجة لوجود مؤثر خارجي هو الاحتكاك والتصادم مع جزيئات الهواء. كل مدى سعة الاهتزاز عمال يبد الى ان يتحول مرة اخرى الى حالة. انت بتقول لي الدايرة اسمها الدايرة ليه؟ لو انت فهمان، لو الاسم ده على مسمى لازم يتوفر فيها كم شرط. واحد، يحصل عملية. اتنين، تلاتة، تهتز بصورة تحت تأثير تردد. ولو انت ما تدخلتش هل الموضوع ده هيفضل مستمر ولا هيخلص بسبب الاحتكاك؟ تعال نتفرج تركبها، مش محتاجة فجأة، فيها مكسر، فيها ملف ايدي، هتعرف دلوقتي كم مفتاح دول. هقفل ده بس، الدايرة دي مالها؟ هل ده كده موجود معايا؟ وانا قافل ده، الله يجبر بخاطره اللي هيرد عليا، البطارية هتعمل المكثف عملية، هيمر في الدائرة طيار لحظي الى ان يتم. يعني اللي هيحصل ان القطب السالب هيشحن ده بشحناتها الكترونات، وكل الكترون هيأثر على اللوح ده هيعمل هنا اللي فاكر الشرح شحنة مالها موجبة. من الآخر، اللوح اللي لامس القطب السالب هيتشحن بشحنة، واللي لامس القطب الموجب بشحنة. في اللحظة التي يتساوى فيها جهد البطارية مع جهد المكثف فقد تمت المرحلة الأولى بنجاح، وهي عملية تخزين الطاقة الكهربية على هيئة مجال. يبقى أنت عملت أول مرحلة، بس فاضل كم مرحلة؟ حضرتك أنا عايزك تمشي معايا. أول خطوة كنت بمسك البندول صح؟ وأعمل كده كم مرحلة؟ هل إيدي بعد كده كان ليها لازمة؟ البطارية وظيفتها إيدي، خزنت الإيه؟ متشكرين منك. هفتح المفتاح ده واقفل التاني، يعني يا بطارية مش عايز منك حاجة. أصبحت الدايرة فيها إيه وإيه؟ أصبحت الدايرة فيها مكثف وملفها اللي فاهم يشرح لي. أصبحت اللعبة معايا فيها مكثف، يا عيني على اللي يرد عليا، المكثف مشحون ولا مش مشحون؟ اللوح الأحمر يا عيني على اللي يرد على حساب مشحون بشحنة مالها، واللوح الأزرق مشحون بشحنة مالها. يا الله يا الله يا الله، يعني الطاقة الكهربية متخزنة دلوقتي جوه المكثف، يا عيني على اللي هيسمعني على شكل مجال ايه؟
الله أكبر عليه، يعني المكثف دلوقتي شغال وكأنه مع مين دلوقتي؟ ملف ده القطب الموجب هيبدأ يمر طيار كهربي. لما يمر طيار كهربي في ملف حلزوني ينشأ عنه، لما يمر طيار كهربي في ملف حلزوني ينشأ عنه مجال مغناطيسي. يعني هيبدأ المجال الكهربي، حد يقول لي يبدأ يتحول، حد يسمعني صوته إلى مجال ماله؟ ها انت بتقول لي تاني مرحلة عملية تبادل للايه؟ فالمجال الكهربي بص ايدي، المجال الكهربي هيبدأ يتحول الى مجال ايه؟ ها استنى، يعني هتبدأ تتكون هنا، حد يرد علي، خطوط فضائية مغناطيسي. المكثف حد شاطر يقول لي بتحصل له عمليه كل مدى الشحنات اللي فيه عماله كل مدى الشحنات عماله بت اقراني لما الشحنات التيار بيتناقص، تيار ايه؟ فهمني وفهمك، التيار ايه؟ طب معنى ان التيار بيتناقص هينشأ عنه مجال مغناطيسي ثابت ولا مجال مغناطيسي يتناقص؟ طب لما لما المجال يتناقص يؤدي الى تولد، يا رب ليه يقول هيحقق حلمه؟ ها قوة دفعة كهربية مستحثة، ها طردية، لان الفيض بيتناقص هيتولد تيار كهربي مستحث طردي. هل في عكس اتجاه التيار الاصلي ولا نفس اتجاهه؟ فاللي هيحصل بيحصل عملية تفريغ، فالمجال الكهربي تحول الى مجال، ولكن نتيجة ان التيار بيته هينشأ عنه مجال مغناطيسي ثابت ولا بيتناقص؟ فلما ينشأ عنه مجال مغناطيسي يتناقص هيؤدي الى تولد، الله اكبر عليه، رد قوة دفع كهربية مستحثة، وهيبدأ يمر تيار كهربي مستحثة في عكس اتجاه التيار الاصلي ولا نفس اتجاهه؟ هيعمل المكثف عملية، فاللوح ده هيتشحن بشحنة ملأة، الله 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 الله، واللوح ده هيتشحن بشحنة ملأة. هل المكثف اتشحن زي ما كان ولا شحن عكسي؟ والمجال المغناطيسي رجع تاني وتحول، حد يرد عليا، الى مجالها كهربي. فيجي لي المكثف المشحون، حد يرد عليا، اللوح ده يا عيني على اللي هيسمعني مشحون بشحنه مالها، واللوح ده بقى مشحون بشحنه مالها، يعني دلوقتي المكثف الطاقه متخزنه فيه، يا عيني على اللي هيسمعني، هل مجال هيفرغ الشحنه اللي جواه جوه الملف، حد يسمعني صوته، فهتتحول مره تانيه على هيئه مجال، ونتيجه ان بيحصل يا رب اللي يقولها، بيحصل عمليه تفريغ، التيار يبدا يته، فالفيض يبدا، فيؤدي الى تولد ترجع تاني تشحل المكثف، يا عيني على اللي هيسمعني، ولكن فيه، فهيبدأ تاني يشحل المكثف، فنرجع لأول مرحلة تاني، ده يتشحن بشحنة مالها وده يتشحن بشحنة مالها. بص يا باشا، ليه حسام رسم البندول ده؟ الملف وده المكثف، حضرتك ده بيدير الشحنات الكهربية تتخزن هنا على هيئة مجال كهربي، ده يرجع له على هيئة مجال، وتفضل الدايرة في حالة مهتزة. هل حد بيتدخل؟ يعني الكلام ده بيحصل بصورة تحت تأثير تردد اسمه تردد، ها عمالين يلعبوا مع بعض، ده يديله الشحنات الكهربية مجال كهربي، ترجع مجال مغناطيسي، مجال كهربي، مجال فاضل حتة. هل ده هيفضل شغال مدى الحياة؟ ما هو في احتكاك في الأسلاك، كل شوية بتتفقد طاقة كهربية على هيئة طاقة،
يعني انا اول ما بدأت كانت الشحنة الكهربية في المكثف متخزنة على هيئة مجال كهربي، حصل عملية تفريغ، ثم حصل شحن ولكن في عكس التفريغ، شحن الله 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 الله. حد يقول لي مش دي شكل المجلة؟ طب ليه ساعة الاهتزازة كانت ايه؟ عشان مقاومة الاسلاك. يعني انت كده قدرت تحصل. الله الله على اللي هيرد علي على موجة، يا عيني على اللي هيسمعني صوته موجة مالها، يمكنها الانتشار في الاوساط البنية والفراغ، اقدر احمل عليها الصوت او اقدر احمل عليها الصورة والصوت على حسب نوع الارسال، هل هو ارسال اذاعي ولا بث تلفزيوني، على حسب. انت بتقولي اخر كلمة وخلاص؟ طيب صلى على النبي. بص الحتة اللي جاية دي جميلة قوي. انا عشان ابعت الاشارة لازم الاشارة حد يرد عليا تبقى تبقى اوضح ماه، لازم الاشارة تبقى اوضح ماه، وعشان الاشارة تبقى اوضح ما يمكن المعوقة تبقى. تعال نلعب اشوف اللي فاكر الرسمة مين دي. يسعدك ربنا دنيا وآخرة. مين دي؟ إلهي يكبر بخاطرك. مين دي؟ يا لعبك حضرتك. لما الإكس اللي بتساوي اللي مذاكر يقول لي الزد بتساوي عند الزد بتساوي، هنا الزد بتساوي ار، في نفس اللحظة اللي الزد بتساوي حد يقول لي ها، بيكون الإشارة الكهربية أو التيار هنا أكبر بيه. الكلام ده بيحصل عند تردد معين صح، اللي هو اف دوت. التردد ده شرطه يا عيني على اللي بيفهم قيمة الله أكبر يرد على الإكس إل، ما حدش رد عليا بتساوي، اللي هو التردد الطبيعي بتاع الدائرة. فك لي الإكس إل اللي هي بينا، يلا بينا ها 2 باي. فك لي الإكس سي، يلا بينا اللي هي ها 1 على 2 باي. سمعني صوتك، هات لي الإفاية لوحدها في طرف واضرب طرفين في وسطين، يطلع عندك قانون 1 على 2 باي جزر. حد يسمعني صوته ايه اللي في ايه؟ ده اسمه التردد ها الطبيعي. فهمني بقى من الاخر، هتلاقي هنا مكتوب تردد، بيقولك علشان تبعت اشارة كهربية اوضح ما، الكلام ده بيكون عند تردد معين. عند التردد ده الاكس ال ايه علاقتها بالاكس سي؟ الزد بتساوي، يعني اللي هيضايقك في الدايره دي مقاومه الاسلاك، وقدر المستطاع عاملينه سلك طويل ولا قصير. بص بقى وخلي بالك، لو انت لعبت في التردد ده اما بال او بال، لو انت لعبت بالزياده المعوقه هتبدا، لو لعبت بالنقصان المعوقه هتبدا، ولما المعوقه تبدا تزيد الاشاره الكهربيه حد يرد عليا تبدا تقل. الفيزياء ايه؟ احساس. انت بتقول لي عشان ابعت صح لازم مين تساوي مين؟ احساس تساوي مين؟ وتسمعني الصلاة على سيدنا النبي. زمان احنا لما كنا بنروح البحر، الجيل بتاعنا في العاب معرفش موجودة عندكم ولا لا، كان في لعبة عندنا اسمها راكت، ده مضرب وده مضرب وكورة. فكان في لحظة في الراكت يقول لك ايه، تعال نلاعب بعض، ما نفردش عضلاتنا على بعض، فنبدأ نلاعب بعض عشان الكورة تفضل رايحة جاية ما بيننا، لازم نلعب على لعبة بعض، يعني لازم احذفها له بقوة وهو يحذفها لي، يعني المضرب بتاعي والمضرب بتاعه، عشان تفضل الكرة رايحة جاية. حد يبقى أعلى من حد ولا مزان؟
عشان الاكس ال تلعب معه لازم يلعبوا على لعبة بعض، فلازم الاكس ال علاقتها بالاكس سي. سمعتني الصلاة على النبي، ادي تفسيرها العلمي وادي احساسها. في اللحظة دي حد يقول لي انا كده عملت عملية ارسال، اوضح ما عندي تردد. اسم التردد الايه؟ تعالى لي حضرتك صفحة 107 واشرح لك فيها. 108 بنكمل الشرح. صفحة 110 فوق بقول لك دور المكثف ودور الملف، وتحت راسم لك الموجة القهر مغناطيسية. صفحة 111 الله بص بقى الحتة دي، بقول لك في الدائرة المهتزة اللي هي دائرة الإرسال يكون التيار أكبر ما ثانية كلمني إرسال، يعني تكون الإشارة الكهربية المرسلة أوضح ما عندما تكون معوقة الدائرة أقل ما. وده يحصل لما مين تساوي مين؟ الإكس إل تساوي الإكس سي. اقلب الصفحة ويبقى احنا كده بتوفيق المولى خلصنا الجزء الاول. الفيديو كالعادة هيقف، المحاضرة هتقف، استعين بالله وحل لوحدك صفحة 112 كلها. بسم الله. السؤال الاولاني يقول لك في دائرة في ايه؟ لحظة وانا بزود التردد التيار بايه؟ الى ان يصل الى قيمة معينة ثم يبدأ يقل. فإيه عناصر الدائرة دي؟ بيكلمك بالشفرة. أولا لو جيت أنا رحت دايس لك على الخط ده كده باللون الأزرق أو ده كده، هتلاحظ وأنا ماشي كده حد يقول لي التردد عمال بيه إيه؟ فالتيار بيزيد إلى أن يصل إلى قيمة معينة. لو انا رحت نكمل في الدايرة دي حد يرد عليا التردد عمال بيه ايه؟ بيزيد. هل التيار كمل في زيادة ولا بدأ يقل؟ فلازم الدايرة دي يبقى فيها مين وفيها مين وفيها مين، فيها ار وفيها ال وفيها سي. يعني الاجابة الصح اللي هي ار وال وسي اللي هي هتبقى هني الف. باشا حط القلم واقف المذكرة. احنا كده انا كحسام عملت اللي عليا، شرحت المعلومة بوضوح، يعني عملت عملية انا عملت اللي عليا ورميت لك الكورة بالراحة متقشرة. هندخل على عملية اللي هي اسمها دايرة. قبل ما اشرحها ايه ده؟ ملف حث وايه ده؟ متغير السعر. مكثف ايه؟ متغير السعر. يعني اعرف العب في السي. ده دينامو. ليه تردد ولا ملوش تردد؟ اله اللي يرد علي الرد ده يا رب يحقق حلمه. الدايره دي فيها كم تردد؟ هنا بقى حتة الفيزياء اللي انت بتيجي لو سمعها شغال. ده تردد الدينامو صح؟ ودول بينهم وبين بعض تردد اسمه التردد الطبيعي. ما دول بيلعبوا مع بعض عمالين يحدفوا الكهرباء لبعض. اذا هنا في كم تردد؟ انا عايزك تمليني قانون التردد الطبيعي. اف يا عيني على اللي هيقول معصاب واحد ها على طوبة سمعني صوت الجسر ها اللي لونها ازرق ها. طيب هو الراجل جاب السي ثابته ولا متغيره؟ لو فهمان اشرح لي. كل ملعب في الله ملعب بغير التردد الطبيعي. ايه ده؟ بايه الشدد؟ سي انا عمال العب فيه ده زرار وعيني على التيار. جيت في لحظه ما
لقيت الطيار هنا نفسي حد يرد علي اكبر ما لو فهمان اشرح. تعالى بقى تعالى لي في الواسع. لقيت الطيار اكبر. طب تعالى ناخد الرسمه دي. اولا انا عندي في الدايره دي في ار ولا ما فيش ار؟ مقاومه الاسلاك. حد يلعب محسن. الدايره دي فيها اكس ال ولا ما فيهاش اكس ال؟ حلال. يا رب اللي يرد عليا الدايره دي فيها اكس سي ولا ما فيهاش اكس سي؟ نفسي حد يقولها لي في اللحظه اللي لقيت فيها الطيار اكبر. مش محتاجه افتكاسه، مش محتاجه هزار، معنى ان الطيار اكبر ما يمكن. الله الله، الزده هتساوي. وفي نفس اللحظه يكون طيار الدائره في هذه اللحظه يا عيني على اللي هيرد عليا اكبر ما. ارجع اسال سؤال سالته، هو هنا في كم تردد؟ ليه؟ وكانت هذه المفاجاه عشان الزد تساوي. الزد تساوي ويكون الاشاره الكهربيه اوضح ما. لقينا ان الكلام ده ظهر على الرسمه عندي ترددين ولا تردد معين؟ كم تردد؟ ياه ياه ياه، هو هنا في كم تردد؟ ظهروا هنا كم تردد؟ يا الله، بيقول لحضرتك عشان تكون المعوقة أقل ما وتكون الإشارة الكهربية المستقبلة أوضح ما، لابد أن يتساوى تردد المصدر مع التردد الطبيعي للدائرة، وتسمى هذه الحالة بحالة الرنين. فظهر عندي هنا على الرسمة ترددين ولا نفس التردد؟ يعني ايه؟ يعني عندما يتساوى، نفسي حد يقول لي تردد اللي هو الدينامو مع التردد للدائرة في هذه الحالة تكون المعوقة وتكون الإشارة الكهربية المستقبلة أوضح ما؟ حضرتك بص على الشكل ده، شايفه؟ بص على الشكل بتاع الاستقبال، مختلف عنه ولا هو هو؟ الدايرة دي هي هي الدايرة دي. التردد اللي مكتوب هنا حد يرد عليه هو هو؟ بلاش. في الجو إذاعات وموجات بالهبل، أنا جاية معايا عايز أسمع إذاعة القرآن الكريم، بظبط تردد الدايرة على تردد الموجة في اللحظة اللي يتساوى فيها تردد الراديو مع تردد إذاعة القرآن الكريم، هتكون الإذاعة أوضح ما؟ طب رحت انا قررت العب في التردد المعوقة هتبدأ في اللحظة دي، الاشارة الكهربية تبدأ. طب قررت العب حد يرد علي المعوقة هتبدأ، الاشارة الكهربية هتبدأ. يا الله، اي ان دائرة هي دائرة استقبال يتوفر فيها شرط. يا رب اللي يقول لي شرط ان يكون حد يقول لي تردد بيساوي ها التردد الطبيعي يساوي اف، يعين فقط من هذا القانون واحد على طوباه، يا عيني على اللي يرد عليه جذر مين في مين. اي ان هذا القانون لا يستخدم الا اذا كانت الدائره في حاله واذا توفر. فرح اذا توفر دل ذلك على ان، يا عيني على اللي يرد، الاكس اللي بتساوي إلهي ربنا يسعدك، أي أن المجهود المبذول في التغلب على الإكس إل هو نفس المجهود المبذول في التغلب على، يا حبيبي يا رسول الله، بص بص دي بص دي، أي أن معاوقة الدائرة، حد يرد عليه بتساوي؟ أي أن المجهود الكلي بتاع المصدر هو نفس المجهود اللي اتبذل في التغلب فقط على، ليه؟ لأن لما دول يساووا بعض، نفسي حد يقولها لي الفرق بينهم بكام؟ بص دي بص دي بص دي، اي ان دائره الرنين ها 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 هي دائره ذات خواص، اي ان زاويه الطور يا حبيبي يا رسول الله في هذه الدائره حد يرد عليها بتساوي؟ فلو جالي في الدائره دي قال لي احسب شده التيار، الاي بيساوي المجهود الكلي على المعوقه الكليه. طب ما المجهود الكلي بيساوي البي ار والمعوقه الكليه بتساوي الار، كاني في الباب الاول بقسم في على ار. وهنا في خلل في الفهم بين خواص، وهي نتيجة
لتحقق. صلى على النبي. اي سؤال على دايرة. تاني، اي سؤال على دايرة. عينك على الشرط ده. طول ما نفسي حد يا رب اللي يقول معايا بصوت عالي يجيب مجموع عالي. طول ما الشرط ده متحقق ان تردد بيساوي التردد الطبيعي، فان الدائرة في حالة، اي ان المعوقة، اي ان الاشارة الكهربية. اي لعب في الشرط ده، اي لعب في الشرط ده، سواء بالايه الله او بالايه، المعوقة هتبدأ في ايه، التيار يبدأ. صلينا على النبي. افتح لي المذكرة صفحة 118 و119. ابني اللي شايفني في كل حتة في مصر، وابني اللي معايا دلوقتي، المحاضرة هتقف هتحل لوحدك كاملا. 118 و119، راقب ربنا وذاكر قدامي. اقرا محمود. في دائرة الار ال سي متصل على التوالي يحدث رنين عندما اكس ال تساوي اكس سي. صحح معايا بسرعة وشوف جبت كام. ها، تان سيتا بتساوي صفر. نكتب لأن دائرة الرنين لها خواص أمية. غيره. تردد الرنين في دائرة، مش أنا اللي أقول ولا أنت، الفيزياء اللي تقول إف بتساوي واحد على تو باي جذر ال في سي، يعتمد على ال والسي. الإجابة دال. عندما تكون دائرة الـ RLC في حالة رنين، المعوقة نهاية صغرى لأنها تساوي المقاومة الأمية. سؤال خمسة، حالة رنين لازم الـ VL تساوي الـ VC. الإجابة ب. ستة، تكون الزاوية بتساوي صفر لما الـ VL تساوي الـ VC. الإجابة ب. المعلم اللي جاب ستة من ستة. صفحة 120 محمود، اصحى معايا بقى. السؤال ده يفهمك قوي. ارجعوا لي ورا، اقرا لي بقى بصوت عالي. عينيك معايا هنا، عينيك معايا هنا. السؤال ده علامة. قول. اذا كانت الدائرة في حالة رنين. بس تاني. اذا كانت الدائرة في حالة رنين. في حالة ايه؟ يبقى تبص ايدي دي تردد المصدر، ايدي دي يبقى اليمين تردد واليسار ديت التردد الطبيعي. طالما في حالة رنين، ايه علاقة تردد المصدر بالتردد الطبيعي؟ اي لعب هنا اختلفوا عن بعض، مش هتبقى حالة، ولو مش هتبقى حالة رنين المعوقة هتبدأ، ولما المعوقة تبدأ التيار يبدأ. العب. وضح ماذا يحدث لإجراءات الأمين الحراري في حالة. اقرا من الأول. إذا كانت الدائرة في حالة رنين. أهو. وضح ماذا يحدث لإجراءات الأمين الحراري في حالة زيادة تردد المصدر مع ثبوت فرق الجهد. بس 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 بس. زود تردد ال. حصل خلل في شرط ال. برافو، حصل خلل في شرط. يعني مش هتبقى حالة. معنى ان هي مش حالة. المعوقة تبدأ. نقف وقف. التيار يبدأ. بشرط. الله أكبر. لأن العلاقة بين الآي والمعوقة علاقة عكسية. بشرط ان فرق الجهد يفضل. لو حضرتك بصيت هو قال عندها ثبوت فرق الايه؟ اذا هنا اللي فهمني يقول لي لعب في المصدر مش بيساوي التردد الطبيعي، مش هتبقى حالة. المعوقة تبدأ، التيار يبدأ، بشرط ان فرق الجهد يفضل. بص لي هنا اللي وراها، زيادة سعة المكسر. ده تردد الايه؟ وده التردد ال. سمعني قانون اف بتساوي ها واحد على دبي جذر ال في سي. اي لعبة في السي ده هيفضل زي ما هو ولا هيتغير؟ هو عمل ايه في ساعه المكثف؟ اقرا. لما ساعه المكثف تزيد التردد ده هيبدا، مش هيساوي بعض. معنى ان هما مش هيساوي بعض، مش هتبقى حاله. يا اللي فاهم، مش هتبقى حاله. معنى ان هي مش حاله. المعوقه تبدا، التيار يبدا، بشرط ان فرق الجهد يفضل. صليت على النبي. هات الاخيره. زياده فرق الجهد. كمل. مع ثبوت التردد. الله. الاي بيساوي الفي على الزد. التردد. التردد يعني تردد المصدر. ايه علاقته بالتردد الطبيعي؟ يعني انا في حاله
يعني الزد بتساوي برافو والاي بيساوي في على ار. الار مقدار العلاقه بين الاي والفي علاقه طرديه. صفحه مزيكا مشروحه لك بالتفصيل. الفيديو هيقف والمحاضره هتقف. استعين بالله ويحلوا صفحه كام يا بيه؟ 121. راقب ربنا واشتغل. اقرا. يمثل الشكل دائره في حاله قانين. بس في حاله العب عند ازاله القلب الحديدي من الملف. ماشي ثانيه واحده. هو شال القلب لايه؟ احب الفيزياء لما تفكر. انا عندي الاف اللي بيحب ابو حسام هيقول معاه واحد ها على طوبة ها جاز هحبك لو قلت ال ها في سي. اتعمق في التفكير. خد لي ال وتعالى لي في الواسع. ميو في ايه؟ في ان تربيع يا حبيبي يا رسول الله على ال سمول. انا كده بدات العب في الميو. لما العب في الميو هلعب في ال. لما هلعب في ال هلعب في التردد. طالما لعبت في التردد مش هتبقى حاله. المعوقه تبدا. التيار يبدا. ارسم لي مخطط التفكير. السؤال اللي وراه ثانيه واحده ناقصه هنا مفتاح. قول السؤال في صفحه كام؟ 121. تاني سؤال ناقص هنا مفتاح عندكم في المذكره. ناقص هنا مفتاح عندكم في المذكره. الله بحب اللي بيفهم. بحب اللي بيفكر. بحب اللي بيشغل دماغه. اقرا حنف. الدائره الموضحه بالشكل في الحيطه دي. بس اول ما بص يا باشا اول ما يقول في حاله لو انت ابن حسام خليل تعمل كده تقول له تردد ها المصدر بيساوي التردد ها الطبيعي بقى ليه اسم واحد جديد اسمه تردد. نفسي حد يقولها اسمه تردد ها الرنين. اصبح دول بقوا رقمين ولا نفس الرقم؟ اسمه تردد اللي هو يعين من العلاقه. واحد حد يسمعني على تو باي رد ها جذر اف ايه اللي في سي. قول هل تصل الدائره في حياه رنين عند فتح المفتاح كي؟ صلى على النبي. عند ايه يا باشا؟ هو المفتاح مفتوح ولا مقفول عنه؟ اقرا السؤال. عند ايه؟ هل تظل الدائرة في حالة رنين عند غلق المفتاح كيه؟ هو قبل ما ده يتقفل حد يقول لي كانت المقاومة اسمها طب ولما ده اتقفل بقى اسمها قرع كان؟ يعني حصل لعبة في القهر. مين اللي بتفكر؟ طول ما ده بيساوي الدائرة في حالة وده يتغير لو حصل لعب في مين او مين. احلى طريقة الفيزياء اللي تفكر. هل لعبت في الال؟ هل لعبت في السي؟ يبقى الدايرة ما زالت في حالة رنين. يبقى الدائرة في حالة رنين. الصفحة اللي بعدها. مية وكام؟ 122. قول النسبة بين معوق دائرة استقبال عند استقبال الإشارة السلكية. أيوة بتردد اف. عظمة. معوقتها عند استقبال الإشارة السلكية أخرى بتردد 2 اف تكون. صلى على النبي. أنا مش هوقف الفيديو. هعمل لك تايمر. معاكم 20 ثانية تفكير. يلا ربنا مراقبكم. اقرا واستمتع بالقرايه. النسبه بين معوق دائره استقبال. بس دائره ايه؟ تبلى عليها زد بتساوي ار. ها عند استقبال اشاره سلكيه بتردد اف. وماله؟ ومعوقتها عند استقبال اشاره سلكيه. مع احترامي ما دائره الاستقبال زد بتساوي ايه؟ هل الار بتختلف في اختلاف التردد؟ الاجابه تساوي واحد. والله يا موني انت ذكيه ذكاء خارق.
بس تذكري. اللي بعده. عندما تكون زاوية الدور بين الجهد الكلي والتيار في دائرة الـ ال سي بتساوي صفر. يعني حالة رنين. تكون النسبة بين الـ اكس ال على الـ اكس سي. تساوي واحد. لان في حالة رنين الـ اكس ال بتساوي. وهنا. معانا سؤال للأبطال. معانا سؤال للمحترمين. السؤال الأول في صفحة 123. ربنا مراقبك استعين بالله وفكر. قول والله يا بخت اللي بيحل جد. والله ما هيبقى زي أي حد لأنه بياخد الحصة وبيذاكر قدامي. أما اللي مكبر دماغه ما تزعلش آخر السنة لما السؤال يكبر دماغه منك، لما النتيجة تكبر دماغها منك، لما حلمك هو اللي يسيبك، ما تندمش. قول لتقليل تردد الرنين في دائرة الـ ال سي. بس أنا عايز أقلل تردد ال، أنا عايز دهني يقل. صح، يبقى لازم أدور على إجابة. يا ده يا إما ده الإجابة تبقى ها يزداد. ألف تقليل تردد الدينامو. أنا مالي بتردد الدينامو، هو بيعتمد على اللوسي. ب قطع جزء من الملف وإعادة توصيل الباقي في الدائرة. أنا بعشق دي، مش بعشقها عشان الحاجة، لحاجة ربنا وصلني بيها أنا شايفها قدامي. تعال لي في الواسع وادعي لي. هات لي الإل بلون أزرق، حد يسمعني. الإل بيساوي معلومة ربنا يجعلها من حظك ونصيبك. قول ورايا. ها ها ها، ايه رأيك في ابوك حسام لو عملها لك ان في ان تزعل مني في حاجة؟ على السمول. اقراها لي على مالك. قطع جزء من الملف. بس انا عندي الملف عامل كده لونه ازرقيكة. هو انا لما اقطع عدد اللفات بيه ايه وطول الملف بيه ايه؟ بص بص الشياكة، بص الشياكة. قل قل قل. زعلان مني؟ بص الحتة، بص بص بص. ربنا يحميني، والله ربنا يحميني ويخليني ليا. بص لي بص لي بص لي بص لي. قل على ان سمول يظل ثابت. ما هو ان على ال مش ده عدد اللفات في وحدة الاطوال. هيا بنا نمرح. ثابت ثابت ودول على بعض ها ثابت. العلاقة دي علاقة ايه؟ طردية. لما دوت يقل الله يبقى هنا قل، ولما ده يقل هيبقى ده ها يزداد. يبقى الإجابة غلط. استنى أنا مش فارق معايا دي. بص حسام من اختيار طلع لك بلؤلؤة جوهرة حسامية خيرية. صلي على حبك النبي. وبناء عليه اسمع أبوك حسام بيقول لك ايه؟ يمكن تعيين معامل الحس الذاتي من العلاقة ميو في ايه؟ في ان سمول الله في ان كابيتال. لو جت في اختيارات محدش يعرفها غير اللي فاهمها. لان ان على ال ها ويتفضل الان، لان القانون اصلا ميو في ان تربيع على ال سمول. فلو جينا فكرنا هنا ده ثابت وده ثابت وده ثابت، عدد اللفات قل، يبقى معامل الحس الذاتي يقل، يبقى التردد هيزيد. انقل لي القانون ده. حتة الماس هنسيب تاني سؤال وتالت سؤال. هنسيب كم وكم وننزل على الاخير الاول. اقرا في دائرة الرنين إذا زاد التردد الضعف في أي من التردد. نعم. الإجابة هتبقى، إحنا لسه ما خلصناش الحل. أكيد هتبقى آخر واحدة دال. ما هي دي غلط ودي غلط واللي بعدها أكيد غلط. الإجابة هتبقى قول لهم ده ليه؟ توصيل مكثف خارجي مع مكثف الدائرة على التوازي. ما أنا لما أوصل مكثف على توازي بدل ما هي سي بقت. فلما تبقى 2 سي ده زاد للضعف ده هيقل. يبقى الإجابة دال.
سيب لي اتنين وتلاتة في دائرة الرنين. استنى يا مولانا، سيب لي اتنين وتلاتة. الله أكبر. سيب اتنين وتلاتة وانزل على آخر سؤال في الصفحة. صفحة كام يا حنف؟ 123. يا عيني على الشياكة، يا عيني على الدلع. العب يا حنف، قول. في دائرة الرنين. بص يابا، بص يابا، بص يابا. إذا زاد التردد قال لك بس أنا عايزها تفضل حالة رنين. هو التردد زاد للإيه؟ طالما ضربت الطرف ده في اتنين وانت عايزها تفضل اف، فلازم اضرب هنا في اتنين عشان الاتنين تروح. يبقى انا لازم ادور على اجابة تجيب لي رقم اتنين. مفيش غير دال. لما ده يقل للنص وده يقل للنص، نص في نص. استاذ انت قلت ربع، ما انا قلت ربع تحت الجزر. الربع تحت الجزر يطلع بره بكام؟ باتنين. مقام المقام بسط. يبقى الاجابه برضو دال. في نفس الصفحه، واحده عليا وواحده عليك. انا هحل رقم اتنين وانت تحل تلاته. افكار نسبه، محاضره تلاته الباب الاول. الفيزياء بتعيد نفسها. اف واحد على اف اتنين، العلاقة مع ال ال والسي. حد يرد علي علاقة عكسية بتساوي ال اتنين سي اتنين على ال واحد سي واحد. اقرأ رقم اتنين يا حنف، قول ودلعني. اذا كانت الدائرة في حالة رنين. في حالة ينفع اشتغل بالقانون ده. قانون واحد على طوباي جذر ال في سي لا يستخدم الا اذا كانت الدائرة في حالة رنين. قول. ثم زادت قيمة ساعة المكثف للضعف. بص يا باشا، بدل مكان، انا عايز حد يغششني، بدل مكان اسمها سي بقى اسمها اتنين سي. الراجل في السؤال ما جابش سيرة ال، يعني ال واحد اسمها ال وال اتنين اسمها ال. اف واحد كانت بكام عندك؟ 50. فهو عايز قيمة اف اتنين. هل حد زعلان مني في حاجة؟ بربع جنيه رياضة. السي مع السي والال مع الال، يتفضل خمسيناية على اف اتنيناية بيساوي معايا الجذر اتنين. صليت على حبيبك النبي. ده هيطلع البسط وده هينزل المقام. 50 على جذر اتنين مش موجودة في الاختيارات، ما هي هي 25 في جذر اتنين. المحاضرة هتقف، راقب ربنا، الفيديو هيقف. حل رقم ثلاثة صفحة كام؟ 123. استعينوا بالله. بسم الله. قول. الشكلين جزئين من دائرتين تيار متردد. تمام. فإذا كان التردد الرنين في الشكل الأول 10 كيلو هرتز. 10 كيلو هرتز. طالما الاختيارات بالكيلو سيب الكيلو زي ما هو كيلو. على اف 2 أنا عايزها الجزراية الجميلة. ال ال 2 كان عندي ملف بقوا ملفين، يعني بقى عندي 2 ال. السي 2 كان عندي مكثف بقى مكثفين. أستاذ دول عن توازي، ما هي السي بتعكس التفكير. فهنا 2 سي. ال ال 1 كانت بال والسي 1 كانت بسي. اللاية مع اللاية وسهاية مع سهاية. يتفضل عندي 10 على اف 2 بيساوي جذر 4، يعني بيساوي 2. فالاف 2 تطلع للبسط والاتنين تنزل للمقام، هتبقى الإجابة 5 كيلو هرتز. نقلب الصفحة. بسم الله. السؤال اللي في أول الصفحة ده سؤال عالمي عالمي عالمي. ربنا يبصرك يا ابني، ربنا يبصرك، ربنا يبصرك كده يا ابني ويكرمك. يا عيني على اللي شايف. اقرا حنف، قول ودلعني. في دائرة التيار المتردد. الله. اذا كانت قراءة الاميتر 2 امبير. الاميتر بيقرا 2 امبير. قول. وقراءة الفولتميتر تساوي 0. بس
هو الفولتميتر بيقيس فرق الجهد صح؟ ما تفوتكش دي. هي دايرة مفتوحة ولا مقفولة؟ مقفولة. فلازم أنا أسيب المسألة وأقعد في المعلومة دي، رجل فولتميتر هنا ورجل تانية هنا. طب ما هي النقطة دي هي هي النقطة دي، عشان بينهم خط إيه؟ فاضي. أكيد أنت مش هتزعل مني لو أنا رحت شلت ده كده وحطيت ده كده، أصبح الفي ده بيقيس المجهود بتاع الملف ولا بتاع المكسر؟ اللي ذاكر الأسبوع اللي فات قراءة الفي واحد ده، دي تعتبر دايرة اسمها اللوسي، يعين من العلاقة في ال. ياللي فاهم ها، نفسي حد كده ناقص في سي. الفي واحد بيساوي في ال ناقص ايه؟ حد يقول لي ها، في سي. طب هو ده بكام؟ يبقى قولا واحدا الفي ال ايه علاقته بالفي سي؟ يبقى قولا واحدا الاكس ال بتساوي الاكس سي بتساوي 5 اوم. يبقى قولا واحدا هذه الدائره كلها في حاله رنين، لان استحاله الفي ال يساوي الفي سي الا لو كانت الاكس ال تساوي الاكس سي، وهذا لا يتحقق الا في دائره رنين. عايز ايه؟ فإن قيمة اوجد قيمة اه. صلى على النبي. زي ما كنت بقول في الباب الاول بس هطور الاغنية، نجيب المعوقة الكلية، نجيب المعوقة. عايز احسب الزد، الزد هتساوي الفي على الاي، الزد هتطلع بخمسة وخمسين اوم. طب ما هنا دايرة رنين فالزد بتساوي. طب عايز قراءة الفولتميتر ده بيساوي الاي في الممانعة اللي بين رجليه، الاي في الممانعة، رجل عند المكثف ورجل عند المكثف، الاي باتنين، الاكس سي بخمسة، يبقى ده هيساوي 10 فولت. الفولتميتر بيقيس المجهود المبذول على التغلب على الممانعة اللي عند رجليه. صليت على سيدنا النبي، ربنا يبصرنا بكل حاجة خير يا رب. الله. هنا بقى هختبر تركيزك، ارجع لي ورا، صل على حبيبك. اول ارجع زي الباب الاول، لما نلاقي مسألة مرسومة بنحل عشوائي ولا خطة حل؟ نجيب المعوقة الكلية، نجيب المعوقة. انا عايزك تفكر في السؤال ده بخطوات الخطة، نجيب المعوقة الكلية ونحسب شدة الطيب، نفس الخطوات. هات لي المعوقة الكلية وفكر قول لي هتلاحظ ايه. استعين بالله. اللي جاب المعوقة يسيب لي ايده. هو ده بكام؟ والتيار بعشرين امبير صح. حسام قال لي اول خطوة هات المعوقة، المعوقة هقسم الفي اللي هو على شدة التيار اللي هو طلعت المعوقة بكام اوم؟ يعني الزد بتساوي، يا الله الزد بتساوي. لو بتحبني قول او طالما الزد بتساوي ارض بقت دايرة في حالة، وطالما في حالة رنين يجوز لك استخدام هذا القانون الأمور بتاعنا اللي هو اف. حد يرد عليا بتساوي واحد، سمعني صوتك على طوباي، رد عليا جزر ها اللي في سي. الراجل اداني الإفاية، الراجل اداني الإلاية، عايز اجيب قيمة مين؟ سي. هتطلع سي 10 أس سالب 5 فراد. هتقول لي يا مستر في إجابتين، هقول لك ده خطأ طباعة، اختار أي واحدة فيهم. طلب ايه تاني في السؤال ده محمود؟ فرق الجهد عبر الملف. يبقى اه اكتب لي، اكتبوا لي عندها اي في اكس ال، اي في اكس ال، وهتبقى الاجابه دال.
اي في اكس ال وهتبقى الاجابه دال. صلى على النبي. الصفحه اللي في الوش صفحه كام يا محمود؟ 125. بتربط لك الباب الثالث بالباب الرابع بحته الماس. سيبوه لي في ايديكم. إلهي يا رب اللي يقول معايا يحقق حلمه. السرعه الزاويه اوميجا. حد يرد عليا، اوميجا بتساوي 2 باي ايه؟ بحبك لو ركزت. ايه رايك في الاف دي؟ طب لو كانت السرعه الزاويه في حاله رنين، لو انت فهمان العب معايا. ادي 2 باي، هشيل الاف واحط مكانه ها على 2 باي. قولها لي ها. جذر مين في مين؟ حسام طلع لك بانفراد بفلوس، التوباي راحت معاه، وبالتالي يبقى الاوميجا السرعه الزاويه يا حبيبي يا رسول الله تعين من رقم 1 على ها جذر ال في سي. هذا القانون يستخدم فقط لما يكون عايز السرعه الزاويه لدائره في حاله ربنا مراقبك. حل لوحدك. اقرا السؤال. دائرة التيار متردد بيها ملف حس معامل الحس الذاتي 1 ملي هنري 10 على 10. ومكسر اكتب لي فوقيها 1 × 10 اس سالب 3. ومكثف ساعته 10 مايكرو فراد. اكتب لي فوقيها 10 في 10 اس سالب 6. متصلين على التوالي. كله توصيل على التوالي. فكانت المفاعلة الحسية تساوي المفاعلة السعوية. اوه ايه؟ حالة ايه؟ العب. فإن السرعة الزاوية تساوي. يبقى أنت معاك انفراد بقانون. أنت بس أنت النهاردة خدت مني قانونين مش في كتاب المدرسة. هتبقى الإجابة 10 أس 4. الصفحة ديت اللي هي كام يا محمود؟ 100 كام؟ 126. بشرح لك ازاي بنستقبل موجات الراديو. قلناها بظبط التردد على تردد الموجة عشان يحصل عملية الرنين. الصفحة اللي جنبها. اوه. صلي على حبيبك النبي، قول لي صلى الله عليه وسلم. لا وسيب لي في ايدك. ده مصدر تيار متردد متصل مع مقاومة أومية، وده مصدر تيار متردد متصل مع ملف حس عديم المقاومة الإكس إل يساوي 2 باي إف إف إل، وده مصدر تيار متردد متصل مع مكثف مفاعلة السعوية تعين من العلاقة 1 يساعدك هناك على 2 باي إف إف سي. يا حبيبي يا رسول الله، لو جينا على الرايق ونمسك كل واحدة من دول. أولا الآر، المقاومة الأومية كما سبق وذكرنا تعين من العلاقة رؤية ها في إل على الإيه. فالعلاقة بين الآر والتردد أظن بقت حضرتك شبعت من المعلومة ديت، أن العلاقة بين الآر والتردد لا توجد علاقة. صح، ولكن العلاقة بين التيار المار في هذه الدائرة مش ديت الاي ماكسيموم؟ فكها لي اللي هي ها بي في ايه في ال اوميجا اللي هي 2 باي. هنا في اف وهنا في ار وهنا اي. يجي يقول لحضرتك القيمة العظمى للتيار المتردد، يرحمكم الله، القيمة العظمى للتيار المتردد والتردد في دائرة دينامو مع مقاومة أومية. العلاقة هنا علاقة طردية. هنا لما التردد يزيد، حد يقول لي التيار هي ايه؟ هيزيد. اصل دي مقدار ايه؟ زاد. فلو طلب من حضرتك رسم العلاقة في هذه الحالة، هقول له ادي شدة التيار
ادي التردد وادي الاي ماكسيموم. يا عيني علم تفهم. فالعلاقه هنا علاقه مالها طرديه. بص المفاجاه هنا، فك الاي ماكسيموم هتبقى بي. يا عيني علم سمعني. ها في ايه؟ كمل الجمله. ها في ان في تو ها باي اف. وفك لي الاكس ال تحت. يا عيني على اللي بيفهم. ها تو باي اف اف ال. التوبه يقفل في البسط هتروح معاه، التوبه يقفل في المقام. في فرق ما بين الاكس ال مع الاف. يا اللي عايز تفهم الاكس ال مع الاف، يا اللي عايز تفهم العلاقه علاقه. اما شده التيار في هذه الدائره مهما التردد يختلف، هل في علاقة؟ شدة التيار في هذه الدائرة ادي الاف وادي الاي ماكسيموم، مهما التردد يتغير التيار مقدار ثابت. المفاجأة الاي ماكسيموم بي في ايه؟ في ان. الله في تو. حد يسمعني باي. ها اف اكس سي قولها لي كويس. واحد على تو باي اف. ها في سي. فاهمين اللي حصل؟ لو حد فهماني يقول لي الاي ماكسيموم هنا يتناسب طرديا مع التردد ولا مربع التردد؟ اي ان هنا شده التيار مع التردد العلاقه طرديه على شكل منحنى، لانها داله دي هنا من الدرجه الثانيه. صليت على حبيبك النبي. في فرق ما بين لما يقول لي الاكس سي مع التردد اقول له الاكس سي مع التردد لو انت فهمان العلاقه علاقه، وفي فرق بين التيار اللي في الدايره دي والفيزياء اللي بتفكر. الكلام ده مشروح عند حضرتك بالتفصيل في صفحة 127. تعالى نستعين بالله كده مع بعض ونقرأ صفحة 129. قول يا أستاذ. ملف دينامو كهرباء المقاومة. تمام. يتصل مباشرة بالمكثف. كويس. فإذا زاد تردد دوران الدينامو إلى الضعف. كويس. فإن المفاعلة السعوية بس. هو التردد زاد للإيه؟ المفاعلة السعوية قولا واحدا تقل للنص. ها شدة التيار العمودي. اوه شدة التيار في هذه الدائرة يتناسب طرديا مع التردد ام مربع التردد؟ يزداد. اربع امثال. اللي بعده ملف دينامو مهما المقاومة. عظيم. يتصل مباشرة بملف حاسس. هايل. اذا زاد تردد دوران الدينامو الى الضعف. ايوه. المفاعله الحساسيه للملف تزداد للضعف. سيبوا لي في ايديكم، بصوا لي هنا، تزداد للضعف. ها شده التيار العظمى المار في الدائره تظل ثابته. قول ملف دينامو مهما المقاومه يتصل مباشره بمقاومه اوميه. عظيم. فاذا زاد تردد دوران الدينامو الى الضعف كامل فان المقاومه تظل ثابته. شده التيار العظمى المار في الدائره يزداد للضعف. صفحة كام يا أستاذ؟ 130. قول دائرة تتكون من دينامو تيار متردد عظمة عديم المقاومة الداخلية متصل بملف حاسة عديم المقاومة الأمومية، فإن الرسم البياني الذي يمثل العلاقة بين التردد ودوران ملف الدينامو. أيوة. والقيمة العظمى لشدة التيار. الناس اللي فاهمة الإجابة هتبقى ألف، لا يوجد علاقة. اللي بعدها بتاعت عدد اللفات الرسومات عليها ان، سيبها. اللي بعدها دائرة تتكون من دينامو تيار متردد عديم المقاومة الداخلية. تمام. متصل بمكثف، فإن الرسم البياني الذي يمثل العلاقة بين التردد ودوران ملف الدينامو. ايوه. والقيمة العظمى شدة التيار المتردد. العلاقة طردية ولكنها مش خط مستقيم لأنه بيتناسب طرديا مع مربع التردد. الإجابة هتبقى الإجابة جيم غيره. أي من الرسومات البيانية التالية يمثل العلاقة بين القيمة العظمى شدة التيار المتردد. أيوة. المار في مقاومة أومية متصلة بدينامو عديم المقاومة الداخلية. الإجابة هتبقى العلاقة علاقة طردية. ثانية واحدة.
عشان تسمع أهم ملحوظة في الباب لازم ربنا يبصرك وتحل السؤال اللي احنا سبناه لوحدك اللي هو رقم 5 صفحة 130. السؤال رقم 5 صفحة 130. استعين بالله وفكر. صلى على النبي، صلى على النبي. السؤال ده حلو، مش عشان هو حلو، عشان اللي هيطلع منه حلو. وتبقى انت راجل حلو لو تركز في الكلام الحلو اللي جاي ده. بس صلى على النبي. تعال لي في الواسع. الدايره اللي باللون الازرق، التيار في الدايره دي هيساوي الاي ام اف اللي هي بي. ها في ايه؟ لو انا بتكلم على الاي ماكسيمم طبعا. بي في ايه؟ ها في ان في اوميجايا، مقسومه على مين؟ اكس ال. العب معايا. 2 ها باي ها اف ها في ال. اديني قلبك. ميو ها في ايه؟ ها ان تربيع ها على ال سمول. زعلان مني في حاجه؟ اعلى صوت معايا. الان هتروح مع الايه؟ الهي تتربع ما تتفرد يا بعيد. ما هو سمعوا ان وان، وانا بقول لك دي نورهان ونورهان. شغل المحن بتاع عيد الحب بتاع امبارح اللي احنا شفناه في الشوارع ده، الواحد شاف مناظر امبارح يشغل محكمة الاسرة 10 سنين طلاق قدام. دي مش منظر ناس تحب بعض، حاجة قذرة. بمناسبة ان انا طلعت برا الحصة دقيقة، في واحد بعت لي رسالة امبارح من كفر الشيخ. الولد ده في تانية ثانوي، هو شايفني دلوقتي، وخد جايزة لأنه عامل حاجة كده من مايكروسوفت. الوضع عبقري يعني. قال لي حاجة بهرتني، بس أنا مش هحكي الحكاية كاملة، عايزكم تتعبوا سنة معايا. قال لي يا أستاذ شفت الفيديوهات اللي أنت نزلتها كلها، وشفت الكلام اللي بيقوله كل الشيوخ اللي بيطلعوا في كل حتة، وشفت المحاضرات اللي قالها الدكتور إبراهيم الفقي في حياته كلها. قال لي كل اللي انتوا بتلفوا حواليه ده ربنا في القرآن جابها في آيتين ورا بعض. أنا مش هقول لك الآيتين، أنا عايزك تروح البيت تفتح المصحف لوحدك، بس بشرط لوحدك، وامسك الآيتين واقعد تأمل فيهم كده لوحدك، واسأل نفسك أنت مين فيهم. أنا مش هقول الآيتين في الفيديو. الآية 123 في سورة طه، محدش يفتح تليفونه ويبص، ولا شغل حتى في القرآن هتغشه. الآية 123 و124 وخلصت الحكاية. والله العظيم فعلا الدنيا كلها لو انت الآية 123 ولو انت الآية افتح وشوف وتنزل لهم الفيديو كده، وفي الاخر بقى تنزل الايتين. صليت على النبي. والله الحياة كلها في الفيديو. فعلا انا بشكر اللي بعت لي الرسالة دي، ربنا يجزيه عنا كل خير. انت جبت الايتين، انت مش قادر تصبر. صلى على النبي. اولا الان اللي هنا دي عدد لفات ملف. الان اللي هنا دي هنا عدد لفات ملف الدينامو، هنا عدد لفات ملف الحس. فده غير ده. لو قال لك انا عايز العلاقه بين شده التيار وعدد لفات ملف الدينامو قولا واحدا، العلاقه طرديه زي ما هي عندك والاجابه بيه. لكن زي ما اتفقنا سؤال الثانويه العامه قائم
قائم على خدعة ما ان يجيب لك سؤال عينك كانت شايفاه ويعمل فيه تعديل ما عشان يضحك عليك. فبدل ما هيقول لك عدد لفات ملف الدينامو هيقول لك عدد لفات ملف الحس وتبقى العلاقة علاقة عكسية. يعني مش هتبقى به لو كان عدد لفات ملف الحس. طبعا السؤال اللي معانا الإجابة عدد لفات ملف ها الدينامو الإجابة به. لسه صلى على النبي. أستاذ اللي انت شرحته ده موجود في كل الكتب الخارجية. وعشان ندي الحق لاصحابه الرسومات الصفحة دي زي ما هي بالظبط واخدينها احنا سكان عشان حق الناس من كتاب الامتحان. نفس الورقة. هل اللي بيحط امتحان الثانوية العامة هيجيب ده؟ انا جايب ده عشان الانفراد ده. هو هنا لما كان التردد بيتغير هنا الاي ام اف فيها تردد فالتردد زاد الاي ام اف تزيد. التردد قال الاي ام اف ها تقل في ترقيصه بربع جنيه. يقول لك مصدر متردد ها يعني لو الدنيا اتهدت الاي ام اف بتاعته مقدار ايه؟ كل اللي انت شرحته ده يتغير خالص. ده اللي الناس عارفاه. لو المصدر ثابت الجهد اذا وكان متوصل بمقاومه اوميه يجي يقول لحضرتك اذا زاد تردد الدينامو. بص اذا زاد ايه؟ اذا زاد ايه؟ تردد الدينامو للضعف فان القيمه العظمى لشده التيار. فالناس هتقول العلاقة طردية يستدل ايه؟ لو قال لي انه ثابت طب ده ثابت وده ثابت اصبح هنا لا توجد علاقة. طب خد الجديدة لو المصدر ثابت الجهد لو حد فهمني يقول لي الاكس ال ها 2 باي اف اف ال العلاقة بين الاي والاف حد يسمعني علاقة؟ يا الله هتبقى هنا عكسية. أما لما كان المصدر متغير الجهد كان ما فيش علاقة. بص هنا مقام المقام حد يرد عليا بسط هتبقى العلاقة هنا علاقة. الفيزياء دي يا حسين المزيكا دي يعني لو دخل بوس كلمة ده اللي عينك شايفاه ده اللي الكتب الخارجية جايباه وهذا هو التعديل. ما لو قال ثابت إذن البسط ما فيهوش العاب. صليت على النبي. والملحوظه موجوده عندنا في صفحه كام يا استاذ؟ 128. اكتب لي عليها ان شاء الله في الامتحان. صلي على سيدنا النبي. هتلاقيني بعد الصفحه دي جايب لحضرتك ودي الناس لازم تهتم بيها أمثلة محلولة معاك لغاية كتيرة جدا ومهمة جدا لغاية صفحة. بص كم أمثلة محلولة دي ايه الواجب 144 واجب مزيكا 145 شوية واجب ألماس لغاية 100 كام حد يرد عليا و50 وده ان شاء الله هنحله بالتفصيل المرة اللي جاية. صلى على النبي. اسمعني كويس الريبورت عبده صلوا على حبيبك بتكلم يا باشا. المرة اللي جاية امتحان على من الباب كام محاضرة 5 و6 و7 والباب الرابع كله. حط خط كده وركز معايا وتصلي على النبي. ابتداء ما
من الاسبوع اللي جاي العد التنازلي بدا. انت المره اللي جايه امتحان على اللي فاضل من التاني والباب الايه الاسبوع اللي وراه هيبقى النص الاولاني من التالت مع اول محاضره حديثه. الاسبوع اللي وراه النص التاني من التالت ها مع تاني محاضره حديثه. الاسبوع اللي وراه هيبقى المحاضره الثالثه في الايه في الفيزياء ها الحديثه اللي انت درسته مع الرابع. اسبوع اتنين تلاته كم اسبوع؟ الاسبوع الرابع هيكون امتحان شامل على الخمس ابواب. الجدع اللي ما يفتكرش الوضوء ساعه الصلاه يبقى طاهر باستمرار. ما تجيش قبلها بيومين وتقول انا عندي امتحان على الخمس ابواب. انا بقول قبلها بثلاثين يوم. انت لو انسان محترم انا نزلت لك مراجعه على الباب الاول ومراجعه على الباب الباب الاول كانوا كام فيديو والباب الثاني نزل فيديو كامل نزل الجمعه اللي فاتت واحنا في صدد اعداد مراجعه الباب الى جانب كل المحاضرات اللي انا بحل فيها حل بنزلها لك على اليوتيوب مجانا. محاضره الاسبوع اللي فات هتنزل النهارده على اليوتيوب عشان فيها حل كتير. طب ومحاضره النهارده ان شاء الله باذن المولى عز وجل هننزلها لحضرتك على اليوتيوب. صليت على حبيبك النبي جدعنتك. ابدا افرم نفسك الفتره اللي جايه عشان في امتحان شامل على كام باب. المره اللي جايه محاضره كام في الباب الثاني ها خمسه وسته وسبعه والباب الايه